بنادم كي دايرين لاباس عليكم هانيين صحيحه ليكم كلشي بخير على خير. نتمنى تكونوا على خير وفي خير. نشارك معكم الكوفيتر ديال الليمون ان شاء الله يا ربي. انتم المشاهدين عندي هنايا 2 كيلو هذا الليمون راه ما فيهش العظام. نتمنى عندي هنا كيلو ديال سنيده والفاني هذا عندي الجعوه ديال القرفه ان شاء الله يا ربي. انتم المشاهدين نوريكم كيف تتنقى. بسم الله انتم هي ما خصهاش تكون ديك البيضه البيضاء كاينه الطريقه هذه هي ديري لها بحال هكا تحلي وتمشي بها انت على حساب البيضه مصدج ديك البابا البيضاء هاك تربي ديك البابا البيضاء ولا منين ما تدخلش ف سميتو واخا كيمشي منو داك المهم كتمشي غير البابا هانتوما غير البابا ماشي الليمون. هانتوما المشاهدين على حساب ديك البابا البيضاء مخصهاش تجي ف شي كيجي غير الليمون بوحدو. انتما المشاهدين انتما كنحاول نحيد هاديك انتما شتو ورا فيه تنقاي الا بغيتي تنقيه خصك تنجي لهنا نحلو بحال هكا نجي نتبعها بحال هكا كنحيد داك هانتوما المشاهدين بحال هكا باش ما كنحيد داك البابا البيضاء وهادي غنجي ليها من هنا كنبقى دابا غير الليمون وخا ديك كيبقى ديك الشوية كنحيدوه ضروري خصو يتنقى من ديك البابا البيضاء. يلا انتم المشاهدين المهم انا ساليت بالنقيه انتم ما واخا تبقى ديك شي شويه ديال البابا ماشي مشكل. دابا غنشدو غنفلحوها بحال هكا ولا نقسموها هكا بالمقسم انتم كيفاش يجي طروفا نمشي بحال هكا نتوما المشاهدين باش هكا من يطيب يجي طروفا هكا زيون يجي ديك الطروفة باينين نتوما راه عارفين تبارك الله. اليوم هذا وقت الليمون تبارك الله حلو عسل تبارك الله ما هو مشحن زوين الصلاة على النبي. هانتوما المشاهدين العظام ما فيهش هانتوما
تبارك الله، ولا فتحنا لنا شيشه وتبارك الله فيها الليمون، فيها البنان، فيها الافوكا، فيها لا فيها الخير ديال سيدي ربي الدواسر الديسر. الحمد لله، شكرا لله. المغرب ديالنا راه فيه ما يدار. وانتم تبارك الله، الصلاه على النبي، تبارك الله. من كان هذا كنديرو تبارك الله شلاضه كيجي غزال، تبارك الله. في الماكله تشاها تاكلوها هكاك. انتم المشاهدين سالم تقطع ان شاء الله، وهنا معكم خوتي خوتاتي. انتم المشاهدين، انا جبت العويده ديال القرفه، ها هو الباني، انتم المشاهدين. انا مع انتم المشاهدين لحسب الحلاوة، منها الأول ضربتي هكا، جوج ورا الكاس كبير لحسب الحلاوة. الثالث ما عمرش، المهم أنا مدرتهاش. كيلو ليمون وكيلو سنيدة، الثاني ده هانتوما كون خليت فيه شي ربع هكا ولا ما كانش. هانتوما دابا هانتوما المشاهدين هكا، دابا غنغطيه خليه حتى العشيه ان شاء الله يا ربي. دابا شحال دابا 12:30، المهم هكا المهم ان شاء الله في العشيه ان شاء الله غنطيبو ونشاركو معكم تاني ان شاء الله يا ربي. دابا غنخليه يشرب هاد السنيده ونغطيه بالطا ديالو ان شاء الله يا ربي، حتى العشيه نطيبو وانا ونرجع معكم ان شاء الله. انتما المشاهدين، المهم راه خليتو حتى العشيه، المهم راه رديتو يطيب، المهم ها هو راه ساعه هو كيطيب بشويه وغنطفي عليه. المهم هو راه ما زدتو لا ما لا حتى شي حاجه، هذاك الما اللي ديالو اللي طفي صافي. انتما المشاهدين، انتما المشاهدين راه يبرد ان شاء الله، نوري لكم ان شاء الله يا ربي لحينا الله. ما خليه شويه وغنطفي عليه شويه ورجع معكم. انتما المشاهدين، المهم انا طاب طفيت على الكوفيتير وبايت ان شاء الله، طفيت عليه طيبته في الليل مازال وبرد وطفيت عليه حتى برد. المهم ها هو مازال فطرو منو وليدات ديالي، ها هو والحمد لله والله الا جا زوين وحلو وبنين. المهم تحلفي عليه الكوفيتر ديال برا اللي كيتباع برا، المهم راه زوين الحمد لله. انا في وقت الفريز كنطيب الكوفيتير الفريز، في وقت المشمش كنطيب الكوفيتير المشمش. ان شاء الله نشارك معكم تاني المشمش. الليمون تاني، في وقت الليمون كنطيب الليمون. ودابا المهم انا الحمد لله جوج كيلو شحال خرجت لي، خرجت لي قول كيلو، هادي نص كيلو. المهم هذا الشويه اللي في الطبيصل، هذا الطبيصل ومهم طبيصل واحد فطروا به وليداتي الحمد لله. ها هو راه زوين الحمد لله، ها هو ماشي زعما نقول لكم، ها هو جا غزال تبارك الله وحلو وبنين. ها انتم، ها هو وليدات ديالي انا الحمد لله كيعجبهم الكوفيتير بزاف، كياكلوه بزاف. راه نتوما عارفين الوليدات كيبغيو الكوفيتير بزاف، وكنتمنى تجربوه ونتمنى الحمد لله راه الخير في بلادنا الحمد لله. اللهم لك الحمد فيما مشيت الحمد لله الخير كاين. المهم كنتمنى تجربوه، وكان تحيه للمجموعه ديال البرتقال، وكنشكرهم بزاف 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 بزاف. وكنتمنى يجربوه المجموعه البرتقال، كنتمنى يجربوه ويردوا عليا الاخبار. كنشكركم بزاف، والسلام عليكم وكونوا خفيفه على قلوبكم. شكرا بزاف.